السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان. طبعا كلنا سمعنا عن الحادث الشنيع الأليم اللي حدث النهاردة في قرية الغنمية التابعة لمركز إدفو، ودي تعتبر الحادثة الثانية في خلال 3 4 شهور. قبل كده أخ أنهى بحياة أخيه بسبب الميراث. اليوم رجل يدعى الحاج ربيعي بدري عبد المعطي، يبلغ من العمر 48 عاما، في قرية الغنيمية. أثناء عودته من مولد الشيخ ياسين التهامي في المريناب، وأثناء عودته تفاجأ بمجموعة ملثمين ومغطيين للوجه، إنهم عايزين يختطفوا ابن بنته، عايزين ياخدوا حفيده. الراجل تصدى ليهم وقاومهم، ولكن لم يستطع أن يتغلب عليهم، لأنهم مجموعة وملثمين وعاملين حسابهم في كل شيء. طعن الراجل عدة طعنات في صدره ورقبته وبطنه، وتركوه ملقى على الأرض يصارع الموت. كل هذا أمام أسرته، كل هذا حتى يدافع على حفيده. طيب السبب إيه؟ بيقولوا إن الناس دي كانت عايزة تخطف الولد ده عشان تضغط على والده يرجع مبالغ مادية ليه. ولكن الشرطة المصرية تكثف جهودها حتى تصل إلى الجناة، والشخص الذي أنهي حياته هو الآن في مشرحة إدفو، تخليص بعض الإجراءات وسوف يتم دفنه. ولكن حتى الآن لم يتوصل إلى الجناة، ولكن سوف يتم التوصل إليهم لتقديمهم للمحاكمة. فالحكومة تكثف جهودها حتى تصل إليهم، ويكون عبرة لمن لا يعتبر. وصراحة الكلام اللي اتقال في حق الراجل ده، إن هو رجل طيب ودود، يعني ذو سيرة عطرة، وإن الموضوع دي مليهوش أي دخل بالمستريح، مليهوش أي دخل بموضوع المستريح بعيدا كل البعد. ده الكلام اللي تقال. في كلتا الحالات سواء تبع أو مش تبع، فدي روح، واللي حصل دي حاجة محزنة وشنيعة. ربنا يصبر أهله وعياله وأبنائه، ويلهمهم الصبر والسلوان على فراقه. ربنا يرحمه ويرحمنا جميعا. ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منها كل جديد. دمتم على خير، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.